السلام عليكم ورحمة الله، طلابنا الأحباء في كل مكان. مع بعض النهاردة هنحل مجموعة من التدريبات فيها مجموعة من الأفكار الجامدة جدا إن شاء الله. مطلوب منك تفهم الفكرة وتعرفها. طبعا الكلام ده كله على الدرس اللي تم شرحه اللي هو درس أدوات نصب الفعل المضارع. يلا بينا. هنا أول سؤال بنقول: حدد مما يلي التغيير الذي يحدث في الجمل التالية إذا استبدلت لام التعليل بلام الجحود. يعني أنا عايز أحذف لام الجحود وأضع مكانها لام التعليل في الجملة دي. فهنا بنقول: ما كانت الأمم لتتقدم إلا بالعلم والعمل. كويس. أنا عندي دي اسمها لام الجحود. طب ليه؟ لأنها سبقت بما كان، فعندي سبقت بكون منفي، يبقى على طول اسمها لام الإيه؟ على طول اسمها لام الجحود. كويس جدا. طيب أنا عايز أحذف لام الجحود دي وأضع مكانها لام التعليل. فما دام أنت هتحذف اللام دي وعايزها ما تكونش لام الجحود، لازم وحتما ولا بد تحذف ما كان. ليه؟ لأن ما دام عندي لام قبلها ما كان، ساعتها على طول اسمها لام الجحود. تعالوا نشوف. إن الأمم لا تتقدم بالعلم والعمل، طبعا هنا لا تتقدم، طبعا عندي هنا اللام دي ليست لام التعليل لأن اللي بعدها مش سبب. هنا بنقول لتتقدم، هنا لتتقدم، فدي لام الأمر، يبقى ده فعل مضارع مجزوم. هنا بنقول والله لتتقدمن الأمم بالعلم والعمل، دي اسمها لام القسم أو اسمها لام التوكيد المتصلة بالفعل المضارع وقبلها قسم أهو، والكلام ده كله لسه هناخده إن شاء الله. تهتم الأمم بالعلم والعمل، لماذا؟ لماذا؟ قال لك لتتقدم، يعني اللي جاي بعد اللام ده سبب، يبقى دي اسمها إيه؟ دي اسمها لام التعليل وده فعل مضارع منصوب، يبقى هي الجملة دي. طيب السؤال رقم 2، هنا بنقول تأخر صاحبي عن حضور الحفل حتى لا أشاهده. هو عايز منك هنا صوب الخطأ في العبارة التالية، عايز تصويب الخطأ. تأخر صاحبي، خلي بالك قال لك هنا الآن، فأنا قلت لك ما دام في الجملة كلمة الآن مثلا، ساعتها تتأكد إن حتى هنا غير ناصبة، وحتى هنا يا سيدي غير ناصبة وتسمى بحتى الابتدائية. تمام، يبقى وشاهد ده فعل مضارع ولكن غير، يعني منصوب، فعل مضارع مش منصوب. امال فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع، يبقى انا عندي الفتحه المحطوطه دي خطا، يبقى انا احط مكانها ضمه، لان الفتحه المحطوطه دي يبقى منصوب، فبالتالي هو ليس منصوب لان حتى هنا غير ناصبه. فانا بقول تاخر صاحبي عن حضور الحفل حتى لا اشاهده، اشاهده ناصبها، يبقى خطا. هنا برضو قال لي اشاهد جزمها، يبقى طبعا خطا. هنا بنقول تأخر صاحبي عن حضور الحفل حتى لا أشاهد، صحيح الجملة. تأخر صاحبي عن حضور الحفل حتى لا أشاهد بالجزم، حاطط سكون، طبعا خاطئة. طبعا يا جماعة النافية لا تؤثر في الفعل، يعني ملهاش علاقة، لا تؤثر خالص في الفعل. تمام. سؤال رقم 3 بنقول عليكم بطاعة الله فتنالوا رضاه. عايز إعراب تنالوا. والله أنا عندي عليكم بطاعة الله فتنالوا، فتنالوا. كويس. بصوا يا جماعة، عليكم، عليكم هنا بمعنى الزموا. فما دام عندك عليكم دي بمعنى الزموا، ساعتها تقول لي ان ده طلب، لان ده كده بنسميه اسم فعل امر. ما دام عليكم بمعنى الزموا يبقى ده اسم طلب، لان ده اسم فعل امر، فكانه امر بالظبط. يبقى الفاء دي كده سبقت بايه؟ الفاء المتصله بالمضارع دي سبقت بايه؟ سبقت بطلب. ساعتها دي اسمها ايه؟ دي اسمها فاء السببيه. يبقى ما بعدها مضارع منصوب، يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طب هنا بيقول لي فعل مضارع منصوب بحذف النون، صح، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة خطأ، فعل مضارع مرفوع خطأ، فعل مضارع مجزوم خطأ. طبعا في السؤال رقم 4 بنقول هنا قال الشاعر وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم، أن لا يدوم خليله. هنا يا جماعة بنقول ايه؟ دليل على ان لا يدوم، ان لا يدوم. بصوا يا جماعة، سواء قلت ان لا او سواء قلت ان لا، كده كده المضارع ده هينصب بعد ان. تمام؟ لان ان لا عبارة عن ان زائد لا، ان لا عبارة عن ان زائد لا، فبالتالي يا جماعة ان هنا ناصبة والنفي ما بيعملش حاجة، يبقى اللي هيجي بعد ان لا مضارع منصوب. طب اللي هيجي بعد ان لا برضه مضارع منصوب، يبقى يدوم هنا فعل مضارع منصوب، وطبعا الميم هنا حرف صحيح، يبقى ده فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فعل مضارع مرفوع بالضمة لا، فعل مضارع مبني على الفتح لا، فعل مضارع منصوب بالفتحة طبعا، فعل مضارع مجزوم بالسكون طبعا خطأ. رقم 5 هنا بنقول قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. وكذلك أعثرنا عليهم، لماذا؟ تمام، قال لك ليعلموا.
فاللام دي على طول اسمها لام ايه؟ اسمها لام التعليل. يبقى على طول لام التعليل اللي بعدها ده فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع منصوب، لان لام التعليل بتنصب دون شرط او قيد. فبالتالي عندي ده فعل مضارع منصوب. طب منصوب بايه؟ والله الفعل ده متصل بواو الجماعه، يبقى فعل مضارع منصوب بحذف النون. كويس جدا، لانه كده من الافعال الخمسه. طب هنا رقم ا بيقول فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره. لا، فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره، هو مش مرفوع اصلا، هو منصوب. فعل مضارع منصوب بحذف النون صحيحه، يبقى رقم ج صح. فعل مضارع منصوب بالفتحه المقدره طبعا خطا. هنا بنقول هل تحترم الناس فتحظى بمحبتهم واحترامهم؟ والله يا جماعه هنا انا عندي ايه؟ انا عندي تحظى، تمام. هو هنا عايز منك ايه؟ عايز منك اعراب كلمه تحظى. كويس جدا، والله انا عندي تحظى هنا قبلها الفاء، عندي تحظى قبلها الفاء، فبالتالي انا عايز اعرف دي فاء السببيه ولا لا. والله هنا سبقت بايه؟ بهل، وهل دي ايه؟ استفهام. يبقى هنا هي سبقت بايه؟ بطلب، لان عندي الاستفهام ده نوع من انواع الطلب، يبقى دي اسمها فاء السببيه. تمام، يبقى اللي بعدها ده مضارع ماله؟ مضارع منصوب، ولكن المضارع ده اخره ايه؟ اخره الف. اخره الف بدليل ان ما قبلها مفتوح تحظى. تمام، يبقى انا عندي المضارع هنا اخره الف، ساعتها تقول ان الفعل ده فعل مضارع، ركز، فعل مضارع منصوب بالفتحه المقدره، لان احنا قلنا ما دام اخر المضارع الف ساعتها تقول ان الفتحه فتحه مقدره. فعل مضارع مرفوع بالضمه هو مش مرفوع، فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره هي مش فتحه ظاهره، فعل مضارع منصوب بالفتحه المقدره صحيحه، فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره هو مش مرفوع طبعا خطا. يبقى انا عندي الاجابه رقم د هي الصحيحه. طيب بعد كده رقم سبعه بنقول هنا نعمل مخلصين ليسمو وطننا العزيز. هنا بنقول عايز اعراب كلمه ايه؟ وعايز اعراب كلمه يسمو. كويس جدا، فعندي اللام دي اسمها لام ايه؟ اللام دي اسمها لام، ركز، لام التعليل. لام ايه؟ لام التعليل. ساعتها تقول لي ان الفعل ده فعل مضارع يسمو، فعل مضارع منصوب، بس الفعل ده اخره واو. طب احنا قلنا لو اخره واو او اخره ياء او اخره حرف صحيح، ساعتها الفتحه بتاعته بتكون فتحه ظاهره، اما لو اخره الف يبقى الفتحه فتحه مقدره. تمام، يبقى فعل مضارع مرفوع هو مش مرفوع، فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره صح جدا، فعل مضارع منصوب بحذف النون لا، لانه طبعا يا جماعه لو قال لي يسمو، خلي بالك الكلام على الوطن، فاستحاله نقول لي يسمو ايه؟ يسمو، لان الواو هنا مش عائده او مش واو الجماعه يعني. هنا بنقول فعل مضارع منصوب بالفتحه المقدره هو مش منصوب بفتحه مقدره، لان اخر واو فهنا منصوب بفتحه ظاهره. هنا بنقول ميز التغيرات التي تحدث في الجملة التالية إذا خوطب بها جماعة الذكور. أنا عايز أخاطب الجملة دي جماعة الذكور. تمام، فقول إيه؟ فقول اجتهدوا، وطبعا ما حطش هنا نون لأن ده فعل أمر مبني على حذف النون. كي تحققوا، برضه أقول إيه؟ تحققوا. ليه؟ لأنه هيبقى فعل مضارع، لأنه هيبقى فعل مضارع يعني متصل بواو الجماعة وقبله كي، فكي ناصبة، ساعتها تقول لي ان ده فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بحذف النون. فقول اجتهدوا كي تحققوا هدفكم في الحياه. اجتهدون طبعا خطا، اجتهدون طبعا خطا، اجتهدوا كي تحققون، تحققون طبعا خطا، اجتهدوا كي تحققوا هدفكم في الحياه، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. رقم تسعه هنا بنقول هل تشترك في الرحله؟ نقط تستفيد معرفه وخبره. اكمل، ينفع اقول هل تشترك في الرحله ان تستفيد؟ الجمله غير مكتمله من حيث المعنى او ليس لها معنى. هل تشترك في الرحله فتستفيد؟ واضع فاء السببيه. خلي بالك انا اضع فاء السببيه تمام جدا. ليه؟ لان فاء السببيه هنا سبقت بطلب، فده من احد شروطها انها تسبق بطلب اللي هو الاستفهام، يبقى خلاص دي فاء السببيه. هل تشترك في الرحله فتستفيد معرفه وخبره؟ يبقى الجمله دي صحيحه أو فاء السببية صح. هل تشترك في الرحلة فلن تستفيد؟ طبعا خطأ. هل هنا ما ينفعش اختار لام الجحود أو ما ينفعش أضع لام الجحود؟ لأن لام الجحود طبعا معروف لازم يكون قبلها ما كان أو لم يكن، لازم يكون قبلها كون منفي. هنا السؤال رقم 10 بنقول تنشر المدارس ثقافة الادخار يطبقها الطلاب. ينفع أقول تنشر المدارس ثقافة الادخار أن يطبقها؟ طبعا لا. لن يطبقها؟ طبعا لا. كي؟ طبعا ايوه، تفيد التعليل، يبقى هي دي. يبقى اضع هنا ايه؟ كي. كي يطبقها الطلاب، وطبعا يطبقها فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره،
فايه السببيه مش هتنفع لان لم يتحقق شرطها ان هي تسبق بنفي او طلب. السؤال رقم 11 هنا بنقول ما كان المؤمن نقط يسعى بالشر بين الناس. طبعا عندي ما كان يعني انا عندي كده كون منفي، ساعتها دي اسمها لام ايه؟ ساعتها دي اسمها لام الجحود على طول لانها سبقت بكون منفي، فبالتالي انا خلاص طالما كده يبقى اختار لام الجحود. ليه؟ لان قبلها ما كان، خلاص يبقى دي لام الجحود. اقول ما كان المؤمن ليسعى، وطبعا منصوب بالفتحه المقدره لان اخره الف، وطبعا الف لان ما قبلها مفتوح. طيب بعد كده السؤال رقم 12 هنا بنقول تحرى الحلال، تحرى خلي بالك ده امر فخلي بالك، تحرى الحلال فيما تكسب وما تنفق حتى تنال رضا الله. ميز الفعل المنصوب، تحرى ده امر فبالتالي ده مش منصوب اصلا، ده فعل امر. تحرى الحلال فيما تكسب وما تنفق حتى تنال رضا الله. حتى تنال، فحتى هنا يا جماعه ناصبه، يبقى تنال ده هو الفعل المضارع المنصوب. طبعا تكسب فين تكسب؟ فيما تكسب لا طبعا لم تسبق بناصب. عندي تنال، حتى تنال، ايوه تنال فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره. هنا الفعل تنفق لم يسبق بناصب، فبالتالي هنا الفعل ده غير منصوب، يبقى عندي الاجابه الصحيحه رقم د. هنكتفي بهذا القدر، لو انت محتاج كل الاسئله تقدر تتواصل معانا، نراكم دائما على خير في حفظ الله ورعايته.